السلام عليكم، عادل الخليلي رئيس منسق الثقافي والفني. شكرا على التغطية والدعم اللي كتقدمونا في الاستدوان، شكرا جزيلا لكم. حنا حاليا في معرض ديال الالوان، في معرض ديال القصه القصيره اللي كيتنظم من طرف منسق الثقافي والفني مع عده شركاء. خرج واحد مشروع دهشه، هو حكايه صعود الطفل، كيعبر الطفل فيه على بزاف ديال الحوايج اللي هو كيشوفهم اولا اللي هو كيعجبهم كيقراو في المدرسه، ولكن هذه الحاجات هذو كيكون واحد الابداع، كيكون واحد الطريقه مبتكره، بحال المسرح، بحال القصه القصيره، كذلك بحال الرسم، بحال اعمال يدويه. من الاطفال صراحه في البرنامج او في مشروع دهشه مدعو واحد الابداع اللي هو كبير، وقدموا واحد الجماليه اللي هي كبيره في مدينه تطوان. خرجوا لنا ب 17 قصه، كذلك خرجوا لنا ب 10 ديال الطبلوات ديال الرسم، كذلك عروض مسرحيه ورقصات. فكانوا شركاء صراحه، اطفال اللي هما شركاء في واحد الجماليه اللي كانت رائعه بزاف. وصراحه يعني كانوا واحد الدهشه اللي دهشونا الاطفال هادو، شفنا منهم بزاف، ما توقعناش منهم هاد الحوايج كاملين، توقعنا منهم قليل، ولكن هما بارونا بالكثير، ضفنا لهم شويه وما عطاونا بزاف. واليوم كيتواجدوا هنايا كل ثقه وكل مسؤوليه، كيوقعوا الكتب ديالهم، كذلك كيهضروا على الرسومات او كيهضروا على الطبلوات ديالهم. كنشكرهم صراحه من هذا المنبر بزاف على هاد الاطفال، كنشكروا الامهات ديالهم اللي تاقوا في برنامج دهشه وتاقوا في منتقى الثقافي والفني وخلاهم يكونوا معنا هذا البرنامج لمده ديال 3 شهور. شكرا جزيلا لهم. كذلك كنشكر في استطوان على كل الدعم وعلى كل التوثيق اللي قدمتنا هنا. السلام عليكم، معكم هاجر شوقي، منسقه برنامج دهشه وكذلك مؤثره في ورشه الرسم. هذا البرنامج هذا كما كتشوفوا انه كيتوفر على جوج فقرات، فقره ديال المعرض وكذلك فقره ديال العرض الختامي. فقره المعرض اللي كانت كتكون من منتوجات ديال الاطفال في ورشه الرسم وكذلك في الاعمال اليدويه، وبالنسبه لفقره العرض الختامي كتوفر على عروض مسرحيه وكذلك عروض موسيقيه. هذا البرنامج هذا حاولنا اننا نستهدفوا فيه الاطفال ديال عده مراكز. برنامج دهشه هو البرنامج اللي يستهدف الاطفال، بغى قصد انه يعزز لهم المهارات الفنيه والثقافيه والادبيه. اهم الورشات اللي كانوا عندنا كتابه القصه القصيره والمصوره، المسرح، الرسم، الحكايه، مجموعه من الورشات الاخرى. بهذه الورشات هادو بغينا اننا ننميو قدرات الاطفال، يكتشفوا المواهب ديالهم ويخدموا العقول ديالهم باش يكونوا مبدعين اكثر، ملمين اكثر بما هو ادبي وفني. الاسم ديالي هو نبيلة أولاد العربي. القصة ديالي هو الفأر وطب القامة، اللي كان واحد الفأر باقي صغير وكان مشاغب، اللي كان كيقطع الملابس الداخلية ديال الأشخاص يعني الإنسان. موراها فواحد الخطاب كان ديك الإنسان كان كيضحك عليه حيت هو كان الديل ديالو قصير وكان قصير يعني كان مميز عليهم. موراها تعصب ديك الفأر ومشى عمل له واحد الأعشاب باش حتى هو يرجع صغير بحاله. ملي عملوا ديك الشخص رجع مكتئب، مابقاش كيخرج من الدار. موراها ديك الفأر حيت هو قوت معزيز عليه عطاه واحد الترياق باش رجع كبير، بالحق هو ما بغاشي حيت ولف معاهم وعجبو القصاره. كن دائما على اطلاع باخر الاخبار والتطورات عبر جريده بريس تطوان. بريس تطوان، بوابتكم نحو الخبر الحر واليقين. www.presstetouan.com